الأسئلة 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 هل موقف المؤسسة الأسد إيه طبيعته؟ وهل هو هيبقى مرتبط على التغيرات الموجودة على الأرض ولا لا؟ الجيش إحنا الشعب المصري للأسف بهدل الجيش بهدله للأسف. دي كانت على ما أعتقد الدكتور بطل مش عارفة إذا أشرت ليها إن للأسف كانت كتاب الإخوان بتروج المفاهيم بتصنع المفهوم وتروجها زي الإعلام الغربي اللي تقول لك لا دستور تحت الحكم العسكر يسكت تحت حكم العسكر. الكلام ده كله للأسف كل القوى السياسية لأنها جهلة مش وراء نجحوا إن هم يخترقوا مجموعة من المنظمات الشبابية المدنية زي 6 إبريل حطوا دسوا فيها مجموعة من شباب زي كفاية دسوا فيها مجموعة من شباب زي الجمعية الوطنية للتغيير دسوا فيها مجموعة من شباب ما كانوا عارفين إلى أن جاء الوقت المناسب ظهر ثلاث حاجات خلقوا الثورة تلت كل واحدة فيهم هنا بدأوا يمتطوا على الصارة لابد من الحفاظ على هوية مصر عشان نحافظ على هوية مصر يبقى بيحكم مصر وسطيين مصر دولة مدنية لم تعرف الحكم المدني يبقى لازم مصر تستمر مدنية الإخوان مسكوا الحكم صعب إن هم يسيبوهم يعني إزاي حسن مبارك أنا الولاد لغاية دلوقتي هم مثبتين يعني الناس هيجي عليهم في المحافظات وهم بيقول لك لآخر قطرة في دمائهم الموقف ان تعدادنا 90 مليون بالظبط 91 مليون هم عددهم 1 مليون كل الطيارات الاسلاميه خليهم متعاطفين معاهم 200 مليون انا بقولك لا كانت مليون ونص لا الواقع في فرق بين انا مش بتكلم عليه هم المؤيد ولا لا انا بتكلم بقى مبقاش بيشمل انت ده حاجه لا بيدعموا الواقع مليون وده اللي ده كان في الانتخابات لو قلنا بصهم رجع على اللي كان عليه الاول 5 مليون يا باشا انت حضرتك تعرف عدده بالظبط من الاصوات اللي حصل عليها والله اول مره كان في ساعتها كل ال 5 مليون لا اقصد ان هم يمشوا عن 5 مليون واقع على حاجه مش متعاطفين ليهم يا جماعه انا بقول على دول مش هينزلوا يحاربونهم في الشوارع برضه لا مش موضوع كده 5 مليون 4 مليون مش هيحاربوا هينزلوا يحاربوا في الشوارع بيحارب المليون مليون اللي هم تمام في مقابل 89 مليون قاعدين في الشوارع بهوات على الكنب بيتفرجوا على التلفزيونات مش عاجبهم الاوضاع قرفانين وده اخرهم مفيش حد فيهم بيشارك بس هم جايين منين النهارده على فكره النهارده في الوضع الراجل الموضوع نجح ولا النهارده بس الشعب تكفل تعاطفه دون النظر الى اتجاهات والاتجاهات حصل عمليه فرز وتكنيك في الشعب التيارات الاسلاميه بقت على جنب لقيت قوى الشعب بقت على جنب فرز ده من ده الفترة اللي فاتت كان الأخطاء إن هما مخلوقين في بعض ما كنتش أنت قادر تشوف مين اللي تيار إسلامي ومين مش تيار إسلامي أول مرة المدني يبقى عامل كده من غير إسلامي بالظبط فأصبح طبيعة الشعب في كده والتيارات الإسلامية إذا الشعب اعتمد على إن هو أكثرية دون حركة صدقني مليون هيقودوا من 89 لابد ان احنا نشارك احنا مش هنخسر حاجه لو رحنا كل يوم احنا جينا ودينا على التحرير نقعد 4 ساعات لو خليهم 3 وساعه نقعد في التحرير قاعده لمده مرور لمجرد ساعه
بتعمل تفعيل لان القصه مش داخليه بس القصه داخليه مختلفه الامريكان بالنسبه لهم الاخوان احسن ايوه جاي على مقاسه ايه ده مش صوتك يا بطل مش هتقدر تغير الاجزاء بتاعك بتاعتي دي يا بابا بتاعتي شايش اه 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 باشا معلش خلاص طب بتاعت الراجل خلاص حبيبي قدر هو ده صعب لما الامريكان هيلاقوا انا مصنعته مصنعته لما هيلاقوا الزوغه اللي حاطط الشعب اخد الليله شكرا ده بقى هينعكس على دول ثانيه اولها السعوديه يعني صح السعوديه مش هتنهار إذا الإخوان ما مشوش السعودية هتنهار وهتتقسم إلى ثلاث دولات أول دولة مشاكل طب حضرتك يا دكتور إيه رأيك في القرار بتاع اللي صدر ده إغلاق قناة الفراعين؟ حضرتك إيه رأيك في القرار ده بقى؟ ما إيه السبب بقى؟ احكي لنا بقى إيه الموضوع بصراحة بقى؟ بيقولوا من أنا أه